أثار الدكتور مصطفى فقي المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج الصندوق الأسود، قال الفقي عبد الناصر كان بيشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة عام 1967. تعالوا نشوف جزء من الحوار ونرجع لكم مرة ثانية. هو تعيين أنور السادات نائب لعبد الناصر تأخر. تأخر بس أنا عايز أقول لك بقى، عبد الناصر كان يشعر بالدفء العائلي في بيت أنور السادات. أنور السادات بيته كان في طريق الهرم، فيلا كده واخدها، وعبد الناصر في 67 بعد 67 كان مرهق جدا وصحته بتتدهور، فكان يروح هناك عند عبد الحكيم عامر وزوجة عبد الحكيم، متأسف، عند أنور السادات وزوجته سيدة فاضلة جدا جدا وذكية اجتماعيا، سيدة جيهان السادات، فتستضيفه وتجيب له الجبنة البيضة اللي بيحب ياكلها هو عبد الحكيم، هو وأنور السادات، وخد ياخد درينك برضه بسيط كده، درينك اللي هو يعني يشرب أي مشروب، يعني مشروب ما تحبكهاش هو يا عم. طيب معظم الزعماء بيشربوا. طيب ايوه، مش احنا في جلسات مفتوحة؟ انت عايز الصندوق الاسود يبقى طبعاً حقيقي ولا مزيف؟ لا ابي، لا طبعا حقيقي. كثير من الحكام ان لم يكن معظمهم يشربون. طيب مع ضغوط العمل وللهروب من الظروف الصعبه طيب يا جماعه، ده حوار كان مع مصطفى الفقي اللي هو رئيس مكتبه الاسكندريه السابق، وكان سكرتير برضه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسياسي كبير معروف ومؤرخ في مصر. ده الحوار ده كان من اخر شهر 11 اللي فات، جرى هذا الحوار في قناة القبس الكويتية، وقال فيه كلام كتير هنستعرضه خلال هذه الفقرة مصطفى الفقي. إيه اللي خلانا نجدد الكلام والحديث عن هذا الموضوع؟ إنه هو انتشر الكلام في أروقة الإعلام المصري، وحصل انتقادات كتير على مصطفى الفقي، وطلع رد وكذب هذه التصريحات اللي هو أدلى بيها. ده ملخص الموضوع. فبيتكلم دلوقتي، كان بيتكلم إن عبد الناصر كان بيشرب في بيت السادات. قال له بيشرب ايه؟ قال له بيشرب خمره، وكل الرؤساء والزعماء بيشربوا، وراح لقى نفسه اتزنق كده فراح برر الموضوع. قال لك بيشرب عشان الضغط والشغل الكتير اللي عليه، فبيضطر ان هو يشرب. هنكمل في المقاطع بتاعه مصطفى الفقي، وهنجيب لكم التعليقات على الموضوع المختلفه. اتكلم الفقي عن الفرق ما بين اعتقالات عهد السادات واعتقالات عهد كمال عبد الناصر. خلينا نشوف ونرجع لحضرتكم تاني. ايش الفرق بين انور السادات اللي قام باعتقال معارضي وجمال عبد الناصر اللي قام بفعل نفس الشيء؟ لا، جمال عبد الناصر كانت معتقلاته اشد وفيها تعذيب الى حد كبير. معتقلات انور السادات ما كان فيها تعذيب؟ لا، مع هذه المجموعه بالذات كلهم اشادوا بحسن المعامله، والوزراء منهم والمسؤولين الكبار اعتقلوا في كليه الشرطه في استراحات الكلية، فكانت أمرا أقرب إلى الاحتجاز منه إلى الاعتقال. وهذا الفرق بين اعتقالات السادات واعتقالات طبعا. وتكلم أيضا وقال إنه عهد عبد الناصر تميز بانتشار الخوف في الشارع المصري، وتحدث عن إعدام المفكر الشهيد سيد قطب في عهد عبد الناصر. خلونا نشوف الفيديو. شار الخوف في الشارع المصري دقيق؟ طبعا، أنا سمعتهم مرة إن هم قبضوا على واحد في منطقة قوم حمادة بالليل ماشي، حيثيات القبض عليه قالوا شوهد يمشي ليلا وهو يحمل مصحف، يحمل قرآن مصحف. وين المشكلة؟ اسألني أنا. خلاص تشككوا فيه، واحد مرة قعدوا يضربوا فيه طول النهار على إنه إخوان، قال لهم يا جماعة أنا مسيحي، قالوا لي تبقى شيوعي، وكملوا ضرب. يعني كانت فوبيا التعذيب واردة. ده احنا جالنا كنا باعتين وفد لتركيا يحضر مناسبة معينة سنة 65، ها، ففوجئ الوفد المصري بأن المسؤول التركي بيعلن الوقوف حدادا على شهيد الإسلام الذي أعدم أمس سيد قطب. فالمصريين قالوا مين اللي أعدم ده؟ في حد أعدم عندنا سيد قطب؟ هذا مين اللي بيقول؟ المصريين اللي موجودين، الشباب، وفوجئوا بهذا الاستقبال الأليم، أنه يحتفى بشهيد قتل.
الفقي كمان فضح تنصت نظام عبد الناصر على المسؤولين والشخصيات الهامة في الدولة. خلينا نشوف. واحتفل مع وزارة الداخلية بحرق شرائط التسجيل. أي شرائط؟ كان شرائط التسجيل في عصر عبد الناصر يتم تسجيل لكثير جدا من المسؤولين. تسجيل أحاديثهم التليفونية على طول. فهو الذي تجسس كان. مش تجسس، الدول بتعمل كده كلها. الدول بتعمل كده التصنت يعني، شوف. التصنت هو تجسس دكتور. أيوة يعني. مش تجسس، تجسس لطرف آخر، للدولة نفسها، لدولتك. لا ماما، الدولة في النهاية ممكن تتجسس علي أنا كمواطن أو تتنصت علي، حتى نخفف العبارة شوية. تتنصت علي. أيوة. لكن لما يكون قيادات في الدولة وهم من يديرون الدولة، واحد يتنصت على الثاني أو واحد يتجسس على الثاني. لا، هو بيجري دايما راندملي كده بشكل عشوائي، يخشوا على تليفونات معينة في فترات معينة، يسجل ربع ساعة هنا، نص ساعة هنا، يشوف الدنيا ماشية إزاي. هل يفاجأ بشخص جديد بيتحدث؟ هل هناك حديث عن تآمر ضد النظام؟ هل هناك آراء متطرفة ضد الحاكم؟ بيعملوا كده كلهم بالتأكيد. وهذا واحتفل مع وزارة الداخلية. لكن في التطورات الجديدة كان كلام الفقي أغضب أسرة عبد الناصر، واللي طلع خالد عبد الناصر يقول إنه كلام الفقي لا يعدو كونه نميمة هابطة. خلونا نشوف مع بعض. طبعا هو على الشاشة، طبعا ده معنا خبر نجل جمال عبد الناصر ردا على مصطفى الفقي، كلامه لا يعدو نميمة هابطة. طيب برضو كمل في السياق ده، بيقول لك الفقي أنا كنت مش شخص مخبوط على رأسي. يعني طلع الفقي بعد ما الموضوع انتشر في مصر، فطلع ليه انتقادات زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفقر. فهو طلع قال لك لا والله ده اللي حصل ده ما كنتش يا جماعة عامل حسابي ليه، ده في حاجة غلط حصلت. وطلع مع مصطفى بكري وقال الكلام ده وقال واعتذر وقال انا ما كنتش اقصد كده. خلينا نشوف اعتذار. يا استاذ مصطفى، انا عامل زي واحد كان ماشي في الشارع وقعت على راسه جزرة كبيرة لم يكن واعيا بها. حتى اذا كان في خطأ غير مقصود وغير واعي، وكان في ظروف يعني ارهاق شديد في التسجيل ربما، وتصورت انها دردشات خارجية وليست مسجلة ربما، انما يعني انا اخر واحد يتهم بأنه يعادي الرئيس عبد الناصر. أنا من الطبقات التي استفادت منه وعاشت تحت مظلاته كما هو معلوم، وكل تاريخي في الخمسين سنة الأخيرة بعد رحيله يؤكد هذا. وما من مناسبة يكرم فيها عبد الناصر إلا وكنت شريكا فيها، عن إيمان بأن هذا الرجل كان كاريزما سياسية غير قابلة للتكرار في تاريخنا كله. وأنا قلت دائما على فكرة إنه فوق المقارنة. وكمان قال أنه تم استدراجه واستخدامه بواسطة الإخوان في الكويت. ولكن يعني أنا أزعم أنه أنا طبعا مخطئ خطأ كبيرا لأنني لم أدقق، والإخوان دول يبدو أنهم جماعة يعني جاي من الكويت مستهدفين بعض الشخصيات لتشويه سمعة بعض القيادات، وأنا لا أبرئهم من سوء الظن واستخدامي كمطية في هذا الموضوع، وأبدي أسفي وندمي تماما. وأنا بكلم صديق عزيز أثق فيه وأحترم رأيه، وأنا قلت هذا الكلام للدكتورة هدى وقلت الكلام ده كتابة صحيح، ومستعد أقوله علنا في كل مكان لأنه يعز علي تماما تماما أن أكون طرفا فيه. طبعا القناة اللي أذيع فيها هذا اللقاء والمذيع اللي عمل هذا اللقاء عمار تقي ما عجبوش الكلام ده، قال لك أنا يا جماعة عملت معاك لقاء ما عملتوش تحت السلم، أنا اتفقت معاك على لقاء معين وعملناه مع بعض وسجلناه، ما قلناش بقى إن إحنا بنتكلم تحت الهواء، إحنا كنا بنتكلم فوق الهواء زي ما بيقولوا يعني، وكل الكلام كان على عينك يا تاجر. فرد على الكلام ده مذيع البرنامج بتاع الصندوق الأسود وقال في التنويه بتاعه، واستمعت لمداخلة الدكتور مصطفى الفقي الأخيرة خلال برنامج حواري تطرق فيها إلى تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا معي في برنامج الصندوق الأسود، والذي قال فيه الجماعة دول جايين من الكويت ومستهدفين بعض الشخصيات لتشويه سمعة بعض القيادات. كمل كمان في كلامه، لست معنيا هنا بتراجعه عن تصريحاته وتنصله منها، لكن وجب الإشارة إلى الإساءة التي وجهها لأسرة البرنامج والمنصة الإعلامية التي أتشرف بالانتساب إليها، وهي منصة شاشة ومؤسسة القبس الإعلامية.
وأود باختصار توضيح التالي: أولا أجدد التأكيد على احترامنا الكامل لمصر ورفضنا القاطع لاستخدام أسلوب الغمز واللمز واتهامنا باستهداف رموزها وقادتها. ثانيا تم الاتفاق مع دكتور مصطفى الفي على استضافته في برنامج الصندوق الأسود، وتم تسجيل كافة الحلقات في مكتبه الخاص بالقاهرة. ده كلام عمار تقي اللي هو مذيع البرنامج. ثالثا كمان في ثالثا ورابعا ثواني كده يا سلام، الفئي طلب المحاورة كاملة قبل التسجيل بفترة طويلة واعتمدها دون حذف أو تعديل المحاور عفوا. رابعا قدمنا شرحا كاملا بشكل مسبق للفقي حول البرنامج وطبيعته مسنودا بحلقات أرشيفية مع ضيوف سابقين. ده التعليق بتاع عمار التقي. خامسا الحلقات سجلت على مدار 10 أيام بمعدل ساعتين يوميا فقط. سادسا الضيف أشاد بمهنية برنامج الصندوق الأسود وموضوعيته وحيادته وأمانته عدة مرات، وهذا مثبت خلال الحلقات طبعا. ودخل كمان على الخط أشخاص كتير بدءا من علاء مبارك وسويرس. تعالوا نشوف الموضوع هاد والتفاعل اللي تم عليه. طيب كتبوا تغريدات على مبارك عديدة صحيح منها علاء بيحكي انه كنت اعتقد انها دردشة غير مسجلة، ده عذر اقبح من ذنب يا دكتور، هو الكلام اثناء تسجيل شيء وخارج التسجيل شيء اخر، ده كده اعتراف صريح من حضرتك انك بوشين. وكمان في تغريده نجيب سويرس صحيح بقول انه شربه للخمر ذنبه الوحيد لكن اول من سامحه، اما التعذيب والقمع للحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا نسامح فيه. طبعا ده بيتكلم على جمال عبد الناصر صحيح. اما عمار علي حسن هو سياسي معروف نعم، وقال بعد فوز الدكتور مرسي بالرئاسة سارع الدكتور مصطفى أرفقي بتهنئة الدكتور عصام العيان، وبعد أيام ذهب إلى مكتب الإرشاد ليجدد الدكتور رفعت السعيد الذي ألف 20 كتابا في هجاء الجماعة، ولاحظ رفعت أن أرفقي يرميه بنظرات متعجبة فقال له لا تتعجب، فما جاء بي إلى هنا هو نفس ما جعلك تأتي، ثم انفجر الحاضرون ضحكا. طيب الكلام اللي قاله عمار علي حسن ده متسجل فيديو، خلينا نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. الو دكتور عصام، اهلا يا حبيبي، الف مبروك يا حبيبي، ربنا يخليكم بس وتكون بدايه خير على البلد وعلى العمل السياسي كله. شكرا جزيلا يا دكتور. اعتقد انها هتبقى بدايه طيبه لنا كلنا ان شاء الله. وناس كتير 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 عايزه تخش الحزب لعلمك، حتى اخبار كتير ناويين على كده وحياه ولادك. احنا شاكرين ليك عارف انت حبيب عمري والله وحياه ولادك. شكرا شكرا. حياتي يا اخويا الف مبارك لمحمد مرسي والنبي والكتاب احسن مش عارف اجيبه. شكرا جزيلا. الف مبروك يا حبيبي. الو يا دكتور. دكتور عصام. اهلا يا حبيبي. الف مبروك يا حبيبي. ربنا يخليكم بس وتكون بدايه خير على البلد وعلى العمل السياسي كله. شكرا جزيلا يا دكتور. اعتقد انها هتبقى بدايه طيبه لنا كلنا.